كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها والصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها كلها شذرات من ذهب زنها بالذوق وبالأدب حسبك أن تنطق حسنات يحفظها الله ويقبلها كلها داعية تأملها ونصائح حب تبذلها كلها تسبيحا تنقشه وطيور سلام ترسلها كلماتك أخلاق تظهر وكلامك عنوانك فانظر في ذاتك كيف ستبديها في أي مقام تجعلها.